عبر سكايب من تونس الأستاذة بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية. أستاذة بدرة، إذا أرحب بك معنا في هذه الساعة من الآن. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بمشاهديك الكرام. أشكرك. يبدو أنه سيكون إذن يوم حافل في تونس اليوم أستاذة بدرة. ربما يكون حافل وربما لا يكون حافل، يعني كل السيناريوهات محتملة وواردة، يعني ونحن لا نرى احتفالا عند حركة الإخوان وهم الآن قد فاتوا درجة التخبط، بل دخلوا في منعرج آخر وهو منعرج خطير، وزعيمهم يعني هم يسمونه زعيمهم طبعا زعيم تنظيم الإخوان فرع تونس راشد الغنوشي يريد أن يبعث الكثير من الرسائل ولا يهمه الحشد أو كيف تتم عملية الحشد، ونحن نعرف عنده 3 أسابيع وهو يحشد السيد يعني، ويبحث عن مناصرين قد فقدهم وفقد شرعيته هو داخل حركته وداخل قواعده، لهذا يريد أن يحشد 3 أسابيع كاملة بالتمام والكمال. وزعيم الإخوان راشد الغنوشي يبحث عن تجديد الثقة فيه من الشارع لأنه قد فقدها، وخاصة قد فقدها من أنصاره. إذا اليوم نعلم جيدا أن أموال طائلة قد رصدت إلى ليسوا أنصار يعني حتى بمن فيهم، يعني ناس أنا اليوم في صديقة كلمتنا قالت أنه طلب منهم مدير معهد وهي أستاذة بمعهد، طلب منهم أن يتجندوا كلهم وينزلون من قفصة من الجنوب التونسي إلى العاصمة تونس، يعني رصد أموال كل القيادات حركة النهضة خرجت تؤيد و تحشد وتدفع وقواعدهم من أجل ليست نصرة النهضة إنما نصرة الإله. هذه نقطة مهمة للغاية سيدة بدرة، يعني دائما جماعة الإخوان لها أساليبها بشكل أو بآخر، والسؤال ربما ما الذي يحاول راشد الغنوشي إثباته بالنزول في مظاهرات حاشدة اليوم؟ هل يحاول ربما توضيح أن جماعة الإخوان أو أنصار راشد الغنوشي لهم الغلبة في المشهد السياسي التونسي أم ماذا؟ هو الرسالة يريد أن يبعث رسائل إلى الخارج وتطمن لقواعده، لأنه يعلم جيدا أن آخر صبر أرى بالنسبة إلى أكثر شخصية سياسية مكروهة في تونس هو راشد الغنوشي بنسبة 86%، فهذا مبدئيا. اثنين، أن حركة النهضة قد تعرت وأنه حسب صبر الآراء الداخلية في تونس فإنها منذ 2019 إلى اليوم ومنذ الانتخابات إلى اليوم لم تحتل المرتبة الأولى، بل هي في يعني نسبة في تدحرج كبير جدا وتصل إلى الثانية والثالثة يعني في كل مرة، وحزب الدستور الحر هو في المرتبة الأولى. كذلك هناك يعني رسائل إلى الخارج وخاصة وفضيحة الرسالة الذي بعثها راشد الغنوشي إلى بايدن يستعطفه ويقول له أحنا الحارس الأمين وأنا الحارس الأمين على ديمقراطيتكم التي تريدونها يعني في العالم العربي وأنا أمثلها في تونس. إذا يعني وسفير الأمريكي لما جاءه إلى البرلمان بعد الرسالة قال له نحن لا تزال لنا الشرعية ولا شرعية الشارع والشرعية الانتخابية وشرعية الصندوق وشرعية البرلمانية، ويحكي عن الشرعيات ثم أعطى تطمينات كبيرة جدا إلى الخارج. هو يعلم جيدا أن كل السفارات موجودة في تونس وتكتب في التقارير وتعلم جيدا مدى سقوط حركة النهضة وفقدان شرعيتها الشعبية وفقدان يعني قواعدها وحتى المتعاطفين، ولم تبقى لها إلا تلك المجموعة الانتهازية يعني، ونعرف جيدا أن أكبر عدد في حركة النهضة هي المجموعة الانتهازية التي تراقب الوضع وتأتي مع الغالب. طيب. اليوم راشد الغنوشي يريد هو أصلا لا ندري إلى الآن يعني لم تأتينا المعلومة إلى الآن هل هو سينزل أم لا؟ نعم، ولكن أستاذة بدرة يعني
إن صدقت الأقاويل ونزل راشد الغنوشي هو وأنصاره إلى الشارع التونسي. الحقيقة إن هناك أيضا مظاهرات على الجانب الآخر ينظمها حزب العمال اليساري في تونس. صحيح. هل هناك تخوف من احتكاك بين الحزبين في الشوارع التونسية أستاذة بدرة؟ خاصة أن كان هناك أيضا تصريحات من المسؤولين في وزارة الداخلية عن وجود إجراءات يعني شديدة الحزم في الشوارع التونسية. نعم. صحيح أنه الإجراءات الأمنية حازمة جدا، وهناك أغلق لبعض المنافذ وما إلى ذلك، حتى أنه صباح صارت مناوشات ما بين صحفيين ومجموعة من الإخوان في شارع بورقيبة. يعني هو إذا التحم الحابل بالنابل، خاصة إذا التحم اليسار مع أقصى اليمين، أقصى اليسار مع أقصى اليمين، فسنتفرج، هناك فرجة أكيد. هل سينزل يعني الغنوشي؟ هو أجبن من أن ينزل إلى الشارع. نحن نتحداه، وقد قلناها في العديد من المرات، نتحداه أن يخرج إلى شارع بورقيبة أو أنه ينزل حتى في الشارع اللي يسكن فيه هو في أين منزله. نحن لا نعتقد أنه سينزل، وهناك تشديدات أمنية كبيرة جدا، وهناك آلاف آلاف من الأمنيين السيفيل يعني اللي هم بالزي المدني، اللي هم موجودين الآن على عين المكان للتأمين، خوفا من أي يعني تطورات أو تصعيد. وإذا يعني نعرفوا إنه جماعة اليسار وحزب العمال يأتي من شارع باب الخضرة، وجماعة الإخوانجية نلقاهم من شارع المقابل اللي هو شارع محمد الخامس، والكل يريد أن يلتقي في شارع الحبيب بورقيبة. فهل أنه ستتم يعني هذا الالتحام؟ وإن اقتربوا لبعضهم أكيد، لأن شعار حزب العمال واليسار سحقا للرجعية ساترة وإخوانجية. الإخوانجية شعارهم نحن مع البرلمان ونحن ضد قيس سعيد، واليوم فما رسالة كبيرة جدا يرسلها راشد الغنوشي عبر قطيعه يعني المتواجد في محمد الخامس، ينادون بإسقاط الرئيس وأنهم هم الشرعيين، وينسوا أن الرئيس قد تم انتخابه من 3 مليون نسمة تونسية. نعم. من 3 مليون. فاليوم يعني يوم يعتبر أنا أسميه يوم سقوط الغنوشي. طيب يعني في هذه النقطة تحديدا أستاذة بدرة، ما هي فرص يعني نجاح الحشد الذي يقوم به الغنوشي والنزول إلى الشارع؟ أسألك هذا السؤال ربما على هامش يعني التناقض الواضح من التصريحات بين القياديين في حركة النهضة. يعني أحد القياديين قال أنه يدعو إلى عدم النزول إلى الشوارع التونسية مهما كانت الأسباب أو الدوافع. هل بالفعل هناك تخبط داخل الحركة؟ الحركة منذ فترة يعني تعيش تخبط كبير جدا، ومنذ تأجيل مؤتمرها، وأن راشد الغنوشي يشد على أنه يترشح إلى زعامة ورئاسة يعني المؤتمر، وبدأت موجة الاستقالات والانتقادات الكبيرة جدا لراشد الغنوشي، واعتباره أنه متسلط، يعني حتى أنه خرج وقال أنا لست رئيسا إنما أنا زعيم، يعني وهذا تبرير طبعا. فاستقالت المجموعة كبيرة جدا، والمجموعة المستقيلة ومجموعة المئة، لو تتذكرون أن هناك 100 قيادي نهضاوي كتبوا رسالة إلى راشد الغنوشي يطلبون منه التنحي. إذن هذه الجماعة كذلك منذ فترة ومنذ أيام هم أصلا يعني عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقعهم في تويتر وفي فيسبوك يقولون لمجموعاتهم لا تنزلوا ولا تدخلوا في هذه المهاترات الغنوشية، باعتبار أنه هذا النداء يمكن أن يوقع حركة النهضة من جديد في الدم. وحركة النهضة هي متهمة، سواء كان يعني منذ سنة 1987 وفي التسعينات واليوم يعني والاغتيالات السياسية ما بعد الثورة، ومتورطة في العديد من الملفات. إذن أرجو هم يرجون من قواعدهم ألا ينزلوا خوفا من أي سيناريو يمكن أن يرجع عليهم بالوباء. ما هي يعني أستاذة بدرة ما هي السيناريوهات إذن المتوقعة لليوم 27 من فبراير؟ يعني أكثر من حزب سينزل إلى الشوارع، تأمينات أمنية شديدة الحزم متخذة في الشوارع التونسية، تصريحات يعني من هنا وهناك، ما الذي نتوقعه اليوم أستاذة بدرة؟
هما السيناريوهات لو أننا نمشي كلاسيكيا فإنه ستتم هناك عملية. السيناريو الأول ربما سيكون هناك اضطراب وهناك مشادات ما بين حزب العمال وإخوان تونس، هذا سيناريو أول. والسيناريو الثاني يمكن أن لا يصير شيء وسينددون ويرجعون فرحين مسرورين، وينتهي وتأتي يعني قطعان الإخوانجية من أجل الحديث عن انتصار مشهود. وصلت الصورة هو السيناريو. أنا بشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب من تونس الأستاذة بدرة قالول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، كنت ضيفتي عبر سكايب من تونس، شكرا لك على هذا الحديث.